قبل ما نروح لطريقه اللعب اجاوبك على السؤال انا ليه حطيت خاليلوزيتش رقم 3 بعد كيروش، رغم ان خاليلوزيتش رجله في افريقيا اكتر من كيروش لسببين. اول سبب وهو عامل الزمن اللي هيختصره كيروش مع مصر بقى، يعني اذا كان خاليلوزيتش خبراته الافريقيه اكبر كثيرا او قليلا من كيروش، فخبرات كيروش مع الكره المصريه هي لا تقارن، لان ده عنده خبرات اصلا وده ما دربش في مصر، يعني ده عنده ده درب منتخب مصر وده ما دربش اصلا. فلو هنقول هنا النسبه 10 الى 7 في افريقيا، 10 لخاليلوزيتش 7 الى كيروش، فالنسبه هنا 10 الى 0 بالنسبه للخبره في الكره المصريه. فعشان كده اديت بوينت زياده على كيروش ان هو يبقى رقم 2 لان عنده خبره بالكره المصريه اكتر من خاليلوزيتش. النقطه الثانيه وهي ان شخصيه خاليلوزيتش قويه زياده عن اللزوم، يعني كيروش اذكى شويه، خاليلوزيتش صدامي الى اقصى، يعني هو بيصحى الصبح يقول انا هتخانق النهارده، هتخانق بقى مع صحفيين، هتخانق مع مجلس اداره، هتخانق مع لعيبه، هتخانق مع اي حد خلقه ربنا انا هتخانق. فخاليلوزيتش شخصيته قويه بشكل اكبر من اللازم شويه، بشكل قد يضر اكثر مما ينفع. ولكن تاني الاهلي في هذه اللحظه محتاج الشخصيه القويه، فلو مش لوتشيسكو عشان باوك وكيروش عشان تفاوض، امسك في خاليلوزيتش بايديك واسنانك، امسك في خاليلوزيتش بايديك واسنانك، لانه مدرب عنده خبرات افريقيه، عنده درايه بالكره المصريه انه واجهها اكتر من مره سواء مع الجزائر او مع المغرب، عنده خبرات مع الانديه عكس ما يقال، لانه درب اتحاد جده، درب نانت، درب الرجاء، ممكن يكون من فترات بعيده بس، يعني هو درب نانت من قريب على فكره، كان هو المدير الفني لنانت فرنسي وقت ما الراحل ايميليانو سالا حادثه الطياره الشهيره من سنتين، لاعب نانت اللي انتقل الى كارديف سيتي والطياره وقعت بيه يعني من سنتين تقريبا. فبالتالي هو برضو رجله في الانديه من قريب مش من بعيد، كان بيدرب نانت فرنسي وخد كاس فرنسا مع نانت الفرنسي.